بالمناسبه يعني احنا نقول ان هو عمل مباراه مش كويسه ليه؟ احنا واحنا قاعدين هنا في مصر هنا في الاستوديو دوت على الترابيزه الحلوه دي ساعات بنقعد ننتقد بيب جوارديولا، نقول بيب جوارديولا لعب ماتش بمناسبه بيب عادي يعني. هل ده معناه يعني احنا بنقول بيب جوارديولا مدرب وحش؟ اول ماتش ما كل مدرب بيلعب ماتش وحش. اول مره اشوف جوارديولا فرحان قوي النهارده. اه ليه بقى؟ 10 لعيبه بيلعب 10 لعيبه من اول الماتش دغدغ الفرقه. اه بيلعب 10 لعيبه واي نقطه هيخسرها فرحان قوي، وارسنال شارخ فقال لك اي نقطه هخسرها هيبقى مشكله. طب احنا برضو عايزين نقول ايه اسباب ان هو الفرقه نادي الزمالك عامله كده. اه انت عندك اول حاجه الوينش، راجل كان بيشيل خط الظهر كله، اتصاب هيقعد 6 شهور، فطيب ما فيش عنده البديل. طب انت هل خروج محمود علاء كان غلط ولا صح؟ دي نقطه الناس يعني الواحد بيسالها وعايز يلاقي اجابات. انت ضاق الكور الثابته، النادي الزمالك بقى كان الاول كويس جدا في دفاعيا وهجوميا، انت دلوقتي دخل فيه في ماتش انبي كره ثابته، فديت من حاجات، وانت ما بقتش تجيب اجوان من الكور الثابته، فديت من الحاجات برضو المهمه. هبوط مستوى لعيبه بسبب التفكير، متشتته اللعيبه، متشتته في حاجات كتيره جدا. في التجديد عدوما كابتن زي ما قلت احنا كنا بنتكلم جوه، حضرتك قلت لي زي امام راجل عايز يزود عقده، لعب عمل موسم كويس وعايز يزود عقده، طب انت ليه ما تزودنيش؟ ليه تخليني اتشتت واروح اعمل مشاكل واروح الون شعري واعمل، وانا اساسا عايز امشي شمال يعني، انت فاهم؟ لا ما انا عايز، معلش يا كابتن حسن، ما انا برضو حتى لو انا ما جددتلكش ممكن يبقى ظروف النادي، ممكن يبقى ترتيبتي. طب اشمعنى زيزو؟ طب اشمعنى زيزو؟ ما هو يعني انا بتكلم مع الكابتن كابتن حسن، خش بقى كابتن عبد الجليل، قصدي فين؟ معلش انت ما بتعرفش الكواليس من جوه عامله ازاي. على فكره هو امام عاشور عقده دوت الدبلر يعني، خد عقد قبل كده قريب، بس هو شاف انه بعد ما زيزو جدد ان انا كمان ازيد اكتر، فما بالراحه. اوكي يعني مش بالراحه. بس الموضوع ده في العالم كله لما انت بتبقى كويس انا بزود لك من غير ما تعرف، لما بتبقى وحش ومثل بكريستيانو لا هتنزل مرتبك وهتبقى من غير ما يقول له. اذا اللعيب بمستواه